انا لما بدي اعمل قهوة الصبح شو بعمل يا حذركم؟ بعيرها، يعني بحط بالفنجان وبحط بعدين بالركوة، بالفنجان وبعدين بالركوة. ليش؟ لانه غير هيك ما بعرف اعمل قهوة. هيدي انا قهوتي، بس بيقولوا انه قهوتي ما في اطيب منها. طبعا بنعمل قهوة تركية، يعني واضح. طبعا اكيد ما في مي، اكيد طبعا. كم فنجان بدنا نحط؟ لكل واحد فنجانين. وهي عيرنا الركوة. تفضلوا نحط الركوة على الغاز، على النار يعني. تعالوا فرجيكم الطقس. طبعا طبش الباب لانه هلا امي بتكون على الجهه الثانيه كمان فاتحه الباب، في هواء كثير. بتوقع كل الامهات نفس الشيء، بفيقوا الصبح بيفتحوا كل الشبابيك بكل البيت، برد هواء مطر ما بيهم ابدا، المهم يفتحوا كل شيء يشوفوا شو في برا، حتى لو في عواصف يعني ما بيهم ابدا، المهم انه هنن يفتحوا الابواب والشبابيك يبردونا ويقعدوا. خلونا نعمل القهوه هلا. اوكي، كيف تشربوا القهوه؟ انا بشربها ساده، ساده يعني بلا حليب بلا سكر بلا شيء، خلص بس ساده. اوكي ساده. انا حكيت لكم عن القهوه من قبل وانواع القهوه، صح؟ بتوقع اني انا قايلت لكم عن انواع القهوه، ف رح احط اللينك هون بشي محل، يعني لازم يكون اللينك بكارد هون او بشي محل هون ولا هون او بالديسكريبشن بلو، فشوفوها لانواع القهوه بالعربي وخبروني إذا بتعرفوا هيدي الأنواع أو لا، وإذا بتشربوا قهوة عربية أو لا. هلا المهم، بين ما عملنا القهوة حابة أسألكم شو عملتوا بالعيد. مثلا أنا عملت شوي أشياء، كنت مريضة عملت شوي أشياء بالبيت بس. فأنتوا شو عملتوا بالعيد كمان خبروني. القهوة التركية إلى ريحة صباحية مانا طبيعية أبدا، على كتر مانا حلوة، فظيعة عن جد، بتحسوا بتفوح بكل البيت. بعدين في شيء معروف عن القهوة التركية واللي هو بالثقافة تبعنا، إذا أنا ما نطرت الركوة على الغاز فهي absolutely أكيد رح تفور وتعبي الغاز، تملي الغاز، بس إذا نطرتها بتطول كتير، يعني أي شيء بتنطروه أنتو رح يطول كتير، فهيدي وحدة فيهم، وحدة من الأشياء يلي يعني إذا نطرنا كتير بتطول كتير ما بتفور، بس هلا إذا غبت لحظة شوفوا إذا ما رح تفور لحالها. شايفين كيف عم بتفور؟ بس هيدي على بطء، بطيئة كتير لأني أنا جنبها. أنا بشرب قهوتي سادة، بس أهلي بيشربوها وسط، يعني مع سكر خفيف. هلأ صار فينا نقول صباح الخير، صباح الفل. اليوم شي برد شي شوب، ما بنعرف. هاي شعري منكوش. لازم أشد شعراتي وأرجع لكم، يعني حلو الواحد يشوف التاني كيف هو منكوش دائما.
انتو بتوقع انكم تعلمتوا كلمة منكوش مني على كتر ما بكون منكوشة وشعري منكوش. يلا نظبط حالنا ونرجع. عن مو بس شعري منكوش ومكتبي منكوش باي ذا واي، وامي بتضل كل يوم كل يوم بتقلي رنا ليش مكتبك منكوش؟ ليش ما بترتبي مكتبك؟ وانا كل يوم طبعا برتبه، بس لانه عندي كثير شغل وخصوصا بالاشياء الالكترونيه فبتلاقوا هيدي الاشياء هون. شي شاحن مشان البطاريه لانه ما عندنا كهرباء دائما. طبعا اهم شيء المناجير. سراقه، هيدي بتعرفوا انه اسمها سراقه. سراقه ليش سراقه؟ لانه بتسرق الكهرباء. از ستيلر يعني. هاي هلو. اخيرا انا خلصت مكياج، انه على اساس انا كثير بحط مكياج. ما بحط كثير اكيد، هيدا اكثر شيء ممكن احطه على وشي، لانه ما بحب الاشياء الكثيره اللي بتكون على الوش، حتى لو انه بدي صور وكاميرا وما بعرف شو، بحب كون على الطبيعه اكثر. ما بحب بين لا تحكي، لا بحب احكي على رياحتي معكم، يعني مثل كاني بالبيت او مع رفقاتي مع اصحابي etc. هلا اليوم عنا كذا موضوع، بما اني هلا لبست ثيابي وجهزت حالي رايحين بعد شوي، بس قلت لحالي انه بدها امي شوي لحتى تخلص شغل، لحتى تلبس وتروح معي لمشوارنا لبرا، فقلت ليش لحتى ما استغل هيدي الفرصه واستغل هيدا الوقت واعملكم فيديو غير شكل. طبعا انا جهزت الفيديو وجهزت الفكره، وبدنا نحكي اليوم عن فكرتين اساسيتين، يعني اساسيات بهيدا العالم، بهيدا الجزء من العالم اللي هو العالم العربي. شوي منكم قالوا لي انه احكي على مهلي، احكي ببطء. هلا انا مع انه انا احكي ببطء، بس بنفس الوقت انا ما بدي اياكم انكم دائما تسمعوا الاشياء ببطء ببطء ببطء، على البطيء على البطيء على البطيء. عندي بودكاست رح احط لكم اللينكس بالوصف تحت، عندي هدول البودكاست اول شيء بحكي بطيء وبعدين بحكي نفس الشيء تماما سريع، وفي لهم ترانسكريبشن، يعني في لهم الترجمه بالعربي وبالانجليزي وبالفرنكو عربيك على صفحتي على الفيسبوك، يعني هن على الدرايف يو هاف ذا لينكس، عندكم كل شيء بتشوفوا كل شيء. بس بهيدي الفيديوهات انا بحب احكي مثلي مثل اي شخص ثاني. مثلا انتو كيف رح تفهموا الاشخاص الثانيين والناس الثانيين اذا هن عم يحكوا مثلي؟ انا ما بحكي بسرعه، انا حكي افريج، هو وسط، مش سريع ومش بطيء، حكي هو الحكي العربي الوسط. فلهيك انا بدي منكم انكم تفهموا هيدا الحكي بهيدي السرعه. اما اذا بدكم شيء على البطيء فهو موجود على البودكاست عندي، فيكم تسمعوه دائما دائما دائما. بتوقع صوتي حلو هيك بيقولوا لي. فخلونا نبلش. اليوم انا كثير سعيده وكثير مبسوطه لانه الجو خارق، الجو رائع برا. فبما اني مبسوطه يلا ننبسط مع بعض. ان شاء الله تكونوا تمام، ان شاء الله اخباركم كلها تمام، وان شاء الله الموتورات يلي عم تسمعوها ما نزعجتكم، لانه انا بتزعجني بصراحه. بس للاسف في عنا ناس بتضل مع اصوات الموتورات 24 ساعه، هن نفس الاشخاص بيروحوا وبيجوا، ما عندهم اي شغل في هذا العالم، بس عندهم شغل انه يروحوا بالموتور ويرجعوا على الكورنيش. anyway. اليوم رح نحكي عن كذا نقطة بهيدا الفلوج. أول نقطة هي كيف في ناس بتدخل على أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وبيشوفوا مين متابعك وبيصيروا يبعتولن طلبات صداقة. هيدي أول نقطة. للأسف للأسف هالإشي عملت لي شوية مشاكل على فكرة بأول فترة، فخصوصا إنه كان عندي أقرباء، أقارب يا جماعة، قرايبين ورفقات كمان أكيد، كانوا يدخلوا على قائمة الأصدقاء تبعي على فيسبوك. خلونا نبلش بالفيسبوك بما أنه الفيسبوك كثير منتشر بالعالم العربي. بيدخلوا على قائمة الأصدقاء تبعي على فيسبوك مثلا
وبيطلبوا صداقتهم للناس التانيين لأصدقائي أنا، بيطلبوا صداقتهم مع أنه ما بيعرفون أبدا أبدا. بالمجمل طبعا هيدا كان يعمل لي عن جد مشاكل، لأنه صاروا الناس يلي عم يوصلون أو توصلون طلبات الصداقة من رفقاتي ومن قرايبيني شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي إنه في فلان لفلاني فلان تمام بعت لنا طلب صداقة، إنه ليش أنت قلتي له شي عني مثلا أو أنت حكيانة شي عني يا ترى؟ فإنه أنا يعني أكيد لا أكيد لا، بس في عنا هيك ناس يعني أنا شو بعمل؟ فلهيك صار مشاكل كتير طبعا أكيد، يعني مو مشاكل حياة أو موت يعني، يعني مش هيدا الشيء الكتير جدي، بس المشاكل كانت مثل إحراج بالنسبة إلي، إنه ليش لتطلبوا طلبات صداقة من ناس ما بتعرفون؟ ليش؟ عن جد ليش؟ يا جماعة أنا ما بعرف، ممكن عقلي صغير، ممكن أنا ما بفهم، ممكن في إشياء ما بفهمها ما بستوعبها بهدول الناس، بس إذا أنتوا بتستوعبوها خبروني قلوا لي عنهم شو هي الفكرة من هيدا التصرف. ما بعرف طبعا هيدا الشيء ما كتير منتشر هون بصراحة يعني، بس خليني أقول إنه في فئة كتير كبيرة من الناس يلي بتعمل هيك ومناي مناي أعرف ليش. هلأ بما أنه حكيت كلمة مناي فحابة لكم شيء عن هيدي الكلمة. كلمة مناي بتيجي من كلمة منى، المنى. المنى باللغة العربية الفصحى طبعا هو اسم باللغة العربية الفصحى، وهي كلمة باللغة العربية الفصحى، وهي جمع لكلمة منية يلي هي الأحلام والأمنيات، يعني مثل كلمة أمنية أمنية منى ترى، هيدا هو الجمع. فهيدا اسم كمان هو اسم بنت بالعالم العربي، اسم منى عن جد كتير حلو. فكلمة منى هي الحلم أو الشيء يلي أنت بتنتظره. فأحياناً منقول يوم المنى، يوم المنى هو لما بصير عندي مليون متابع على يوتيوب، يوم المنى هيدا، يوم المنى هو اليوم يلي بيتحقق فيه شيء انت كتير منتظره حابب يصير، فهيدا هو يوم المنى. لهيك لما منقول مناية مناية يعني I really wish so، يعني عن جد انا كتير 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 بتمنى هيدا الشيء يصير، مناية انه يصير هيدا الشيء. فكنت عم قلكن مناية انه اعرف ليش هدول العالم بيعملوا هيك تصرف، عن جد مناية. المهم هلأ بدي احكي لكم شو كانوا يساووا هدول الناس تحديدا، يعني هلأ بدنا ندخل شوي بالتفاصيل. المهم خلونا نكفي. فالمهم بدي احكي لكم انا شو كانوا يساووا هدول الناس. بيوم من الايام بعد ما عرفت انه هيك عم بيصير، يعني في ناس عم تدخل على اصدقائي وتاخدهم واحد واحد، يعني عم تطلب صداقاتهم واحد واحد، وعم بيصير مشاكل كتير مشاكل، قمت انا خفيت الاصدقاء عندي على فيسبوك، خفيتهم ما بقى مبينين، وحطيت انه ما حدا يشوفهم ابدا. بتعرفوا شو ساووا؟ صاروا يدخلوا على الناس يلي حاطيني لايك يعني اعجاب، وعلى الناس يلي حاطين تعليقات، ويفوتوا على حساباتهم واحد واحد ويطلبوا طلبات صداقة. او ماي جودنس، يعني كمان شيء مو طبيعي، يعني عن جد شو هالعقلية هي؟ من وين جايبين العقلية تبعكم؟ كيف عم بتفكروا يا ناس يا عالم يا هو؟ كيف عم بتفكروا؟ تعالوا لقلكم بعدين شو صار. بلشت احذف هدول الناس مع انه كانوا قرايبين، اقارب قرايبين، so we can say، فينا نحن نقول اقارب، فينا نقول قرايبين or قرايبين، او فينا نقول اقرباء، اقرباء فينا نقول ثلاث كلمات. فانا بقول احيانا اقارب او فيني اقول قرايبين. فمع انه هدول الناس كانوا قرايبيني ورفقاتي، يعني كل يوم انا ممكن شوفهم قدامي بالشارع، كل يوم ممكن شوفهم، مع هيك انا حذفتهم بصراحة. يعني هيدا انسب حل كان ممكن يصير، خلص حاجة عادات سيئة فهمنا يعني.
بس لا 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 لا، ما خلصنا هون أبدا. بعد ما حذفتهم صاروا يدخلوا على الصور أو البوستات اللي هي عامة، بوستات يعني منشورات بس نحن بنقول بوست، على البوستات العامة والصور العامة، وكمان يعملوا نفس الخطوة يلي هي انه يفوتوا على الناس اللي حاطين لايك واللي حاطين تعليق وكمان يطلبوا صداقاتهم. فقررت اخر شيء انه خلاص خلاص، يعني انا ما بقى عندي حلول فلازم احضر هدول الاشخاص. والله فهمنا، صارت الشغلة غلاظة وقلة ادب. المهم هلأ أنا عندي قائمة كبيرة طويلة عريضة من الناس يلي حذفتهم وحظرتهم على السوشيال ميديا، ومع هيك آخر شي بكتشف إنه هدول الناس نفسهم عملوا حسابات تانية بأسماء تانية وهمية وعم بيحاولوا محاولات يعني تبوء بالفشل بالأخير، بس إنه عم بيحاولوا إنه هن يعملوا نفس الخطوات بحسابي على فيسبوك. طبعاً أنا عم بحكي عن حساباتي الشخصية مش على حسابات البزنس. حسابات البزنس بالأخير هي أصلاً عامة، هي أصلاً للكل، فشو ما صار أنا ما فيني أعمل حد أبداً لهيدي الأشياء. anyway أنا حذرتهم وخلصت من هيدي الحركات البايخة البلا طعمة، بس على القليلة القليلة أنا وصلت رسالتي أنه هالحركات ما بتعجبني وبشوفها أنه هيدي قلة أدب بصراحة. يعني إذا القصد منا أنكم تعملوا علاقات عامة بينكم وبين الناس التانيين، السوشيال ميديا مش هي الحل أبداً، هي مش الحل بالعكس تماماً. الناس يلي عم تطلبوا صداقاتهم بهيدي الطريقة هن ما رح يحترموكم أبداً ورح تنزلوا من عينهم، رح تنزلوا من عينهم، يعني ما في أي احترام، خلص بح احترام. وهيدي كانت أول نقطة بدي أحكي لكم عنها، هيدي أول نقطة بهيدا الفيديو اللي هي كتير نقطة مزعجة، يعني بصراحة ما رح تزعجني شخصياً بس لأنه عم تزعج الناس التانيين هي أكيد رح تزعجني بالمقابل. النقطة التانية يلي حابة أحكي عنها بهيدا الفيديو بس ما بعرف إذا رح لحق، يمكن ما متخلص هلأ شغل ونروح نطلع لبرا، فإذا طلعنا لبرا رح كفي لكم الحكي برا anyway، فكتير جاي عبالي أحكي اليوم. المهم النقطة الثانية هي عن الناس يلي ما بتتوانى تأذي حدا أبدا. خليني أحكي لكم قصة صغيرة وبالفيديوهات الثانية ممكن نكمل. أول شيء بدي إياكم تعرفوا أنه أنا كتير 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 بحب ثقافتنا العربية وكل شيء فيها أكيد، وأكيد بحب ركز على الإيجابي، أنا مش دايما سلبية، أنا أكيد شخص كتير إيجابي، كتير عندي إيجابية مليون مليار، بس كمان بحب إنه ما أنسى الأشياء السلبية. ليش؟ سألوني ليش؟ بالرغم من إنه نحن بالعالم العربي المفروض نركز على الأشياء الإيجابية طبعاً، بتعرفوا عنا كتير أشياء سلبية فحلو نركز على الإيجابي أكتر، بس كمان بدي إياكم تعرفوا إنه عنا مثل ما عندكم مثل ما في بكل العالم بكل البلدان التانية في ناس غريبين، في عالم غريبين الأطوار بالنسبة إلي بس ما بعرف بالنسبة لكم شو. وبحب تعرفوا أكثر عن الأشياء السلبية مشان تعرفوا كيف تتعاملوا مع هدول الناس وكيف تتعاملوا مع هيدي المواقف مثلا، أو إذا حدا طلب رأيكم بهيدا الشيء يكون عندكم شوية كلمات جديدة تعرفوا تعبروا عنها بهيدا الموضوع. فخلوني كمل لكم هيدي القصة. مرة من المرات يا سادة يا كرام، بيوصلني ايميل انه عندك شغل جديد في بالشركة يلي انا بشتغل فيها. اوكي طبعا 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 بدون شوفت حال، عن جد بدون شوفت حال عم بحكي جد، انا كتير واثقة من حالي وكتير واثقة من شغلي. لما بعمل الشغل بعمله على اكمل وجه، يعني بعمله ممتاز بشكل رائع، ما بخلي حدا يقول رنا ليش ما عملتي هيدا الشيء او رنا ليش ما عملتي هيدا الشيء. لازم يكون الشغل توب، اذا ما كان الشغل توب فليش لحتى اصلا اشتغل هيدا الشغل، لازم يكون كل شيء 100% لازم. وكل الشركات يلي انا بشتغل معهم بيعرفوا هيدا الشيء وبيحترموا هيدا الشيء اكيد، غير هيك يعني لو ما هيك ما كانوا شغلوني صح. المهم بيوصلني ايميل بعد ما خلصت الشغل من زميلتي بالشغل بتقلي في شخص، هيدا الشخص يلي انت اشتغلتي معه عم بيقول انه شغلك مش منيح ابدا وانت مش منيحة ابدا وانه شغلك سيء كتير.
عن جد انا كثير بتفاجئ، عن جد بتفاجئ، لانه الشغل اكيد ممتاز مثله مثل كل مره، ما رح اغير شغلي من يوم ليوم. من شده، سوري على الكلمه يلي رح اقولها بعد هلا، من شده جحشنته لهيدا الشخص، كثير اسفه على هيدي الكلمه، كان حاطط اسمه الحقيقي يلي بيستعمله على السوشيال ميديا كمان، فانا دورت عليه لهيدا الشخص، ما بعرف هيك اجاني احساس انه في شيء مش طبيعي، فانا دورت على اسمه على جوجل، بلاقي انه هو بيشتغل مثل شغلي تماما تماما، نفس الشيء تماما. ومو هون المصيبة يا جماعة، مو هون المصيبة، المصيبة انه بوقتها طبعا هيدا الشيء كان صار له فترة، بوقتها هو كان معروف اكتر مني عن جد، معروف اكتر مني بشغله، بس هو كان حاطط عينه على منصبي على محلي بهيدي الشركة اللي عم بشتغل فيها وحابب يضرني. طبعا اكيد زميلتي لا اخذت ولا عطت ابدا بالموضوع، كانت متأكدة من شغلي مثل ما انا متأكدة من شغلي، لانه هيدا الشخص كان حابب يضرني لانه عم يعمل بزنس بيشبه البزنس تبعي او نفس البزنس تبعي، وبيعرف اني انا شاطرة كتير بشغلي، يعني يعني يا جماعة ليش؟ ليش ليش ليش؟ ممكن لو كان حدا تاني ولو كنت شخص تاني ما واثق بنفسه لهيدي الدرجة ممكن كان يضرني، يعني بصراحة ممكن مثلا المانجر تبع الشغل الباص ممكن انه يصدق، مثلا ممكن زميلتي بالشغل كانت تصدق انه ايه يعني رنا بلكي مش منيحة لهيك الناس عم تحكي عليها مثلا، فانه انت ممكن تضرني، ليش لحتى تضرني؟ انا شو عملت لك؟ يعني ما بعرف، قتلت لك قتيل مثلا؟ ما عامل شيء. بعد فترة، بعد فترة لما نامت القصة بعرف انه من زملائي طبعا باجتماع من الاجتماعات يلي عملناه سوا، انه هالشخص حاول يتواصل معهم لزملائي واحد واحد من خلال ايميلاتهم لحتى ياخد محلي. ترى انه يا زلمة، يا زلمة انشغل بحالك، اشتغل لحالك، عمول يلي بيريحك انت، شو خصك بشغل غيرك؟ شو بدك فينا يا بني ادم؟ شكلها ماما خلصت ولازم اول شي روح معه، وما بعرف اذا بكفيلكم حديث بالسيارة اذا ما كان في كتير زحمة، رح خلص لكم الحديث بالسيارة، اذا ما هيك رح شو نسيت؟ رح كفيلكم الحديث لما ارجع على البيت. هلا حابة كتير تشوفوا الطقس كيف هو برا، انا خبرتكم عنه، يلا نشوف. وهي هلا الماما صارت معي، صار لي ساعة بقول له انه انا ناطرتها للماما، شي ناطرتها للماما لحتى تخلص شغلها، شي ناطرتها للماما لحتى ترجع على البيت، شي ناطرتها للماما لحتى تنزل على السيارة، فناطرتك كثير انا شكرا. انت شكرا. طبعا مشان تعرفوا امي هي صديقتي، انا صرت قايلة هذا الشيء تريليون مرة، صديقتي الصدوقة، يعني هي دائما 24 ساعة معي، دائما عم نعمل اشياء مع بعض، ف يعني ما فيني بلاها، حتى الفيديو ما فيني اعمله بلاها، فتعالي حتى بس هيك نوقف شوي هون ونحكي لنا كم كلمه، شو رايكم؟ شو رايك جيجي؟ تمام. اي يا جماعه لحتى كفيكم الفكره اللي كنا بدنا نحكيها، فهلا بنكفيها انا والماما وهي بتعطيني افكار. ماما انا كنت عم بقول لهم عن هدول اللي بيأذوا الناس بشغلهم وبافكارهم وحتى على السوشيال ميديا، فنفس الفكرة عنا إياها على أرض الواقع، يعني إذا حدا مثلاً فتح دكان بالحارة لنقول، فبيجي جاره وبيقول والله هاد شغله ماشي، يلا نفتح نفس الدكان تماماً ونعمل نفس الشيء تماماً، فهيدا شيء غلط طبعاً. يعني ببلدنا في مثل بيقول إنه كل واحد رزقه على الله، أنا أكيد مع هذا المثل، بس بنفس الوقت يعني ليش أنت لحتى ضارب على جارك بنفس الشغل؟ إذا عندك شيء مميز أعمله.
المهم رسالتي اللي أنا بدي وصلها هي الأشخاص يلي بيعملوا هيك بالعالم العربي خصوصا وبالغرب أكيد، يعني ما بس عنا بالعالم العربي هدول موجودين، كل واحد يشوف بشو هو موهوب وبشو عنده موهبة ويشتغل على هذا الأساس تماما. يعني ما حدا عنده الموهبة يلي أنا عندي إياها ولا للي أنت عندك إياها أو أنت عندك إياها، كل واحد عنده طريقة، كاريزما، شخصية، طريقة حياة غير الناس التانيين، يعني كل إنسان مختلف عن التاني، فهيدا الاختلاف البسيط هو يلي بيميزك، بيميزك أو بيميزكم كلياتكم وبيميزني أنا كمان. بالمجمل أنا ماني عم عمم، أكيد العالم العربي مليان مليان بالناس يلي بتحب الخير وبتحب تساعد بعضها وتشجع بعضها ويعملوا أشياء كويسة، بس كمان مو الكل ملاك، فانتبهوا وديروا بالكم من هدول الناس، وان شاء الله كل ياتكم بتوصلوا للمحلات يلي بتحبوها ويلي بدكم ياها. بس تروح الطيارة يعني حاسة انه كثير قريب. فيا جماعة هيدا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تحبوه، اذا حبيتوا حطوا لايك كومنت بلو، تابعوني دائما وشاركوا هيدا الفيديو مع الناس اللي عم يتعلموا عربي، يعني ما في كتير فيديوهات على يوتيوب او باي مكان تاني عليهم الترجمة عربي انجلش وفرانكو عربيك، في انا موجودة، فانا دائما شو بدكن رح اعملكن. اذا حبيتوا هدول الفيديوهات كمان حطوا لايك كومنت شير كل شيء، وسبسكرايب تو all of my social media فيسبوك انستغرام على يوتيوب اكيد حطوا سبسكريبشن، ولا تنسوا انه عندي بودكاست اكيد لا تنسوا، رح احط لكم كل الاشياء بالوصف تحت، وكمان رح احط لكم كل اللينكس هون بشي مكان بالشاشه، فتضلوا بخير وبشوفكم مره تانية. باي، قولي ماما باي 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 باي، مع السلامه.